فؤاد الأسمر هو ممول حفلات بمدينة الدار البيضاء. حنا خدامين باش نشتغلوا باسم عائلة، لأنكم كون بغيت هذوك الحوايج اللي تعلمت في كورونا بغي نخلصهم بفلوس ما غاديش تتاح لي الفرصة. وكملت هذاك العرس أنا اللي غنيت، واعتقدت هذاك الموقف دومين العرس في وقت العطل اللي كيكونوا العطل الناس ما كتقراش. حنا عندنا الخدمة كثيرة، دينا هذاك الزوج وهذوك البنات إمتى غتخرجهم؟ هما أنت كتبري كولي في نفس الوقت راه تراكمات مهنية اللي كيعاونوك حاليا عاونوا في حياتنا. وباش تكون أنت متميز في السوق خاصك تخدم على لي ديطاي الصغار والاخطاء اللي كتحو فيها الناس الاخرين. الانسان الى عطاك غير جمله غتعلم منها بزاف ديال الحوايج، لان ملي كنقولوا حنا تجربه كبيره راه التجربه باش كتبان، لان جميع المواقف اللي ممكن توقع في العرس كتكون ديجا انت حضرتي ليها وعندك الحل ديالها واجد. درت ان كان واحد المرحله تحولت من انسان مشاغب واحد انسان سيريو زعما بدون شعور. يعني شنو بغيتي تكون ملي تكبر؟ ما عمر كان طيح في بالنا انا غنقول مومو الحفلات باغي القاعه ان تكون ماشي غير باغيها زعما الهدف. انا مبادئ ديالي خاص القاعه تكون قاعه نقيه.